بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية مرة أخرى بانطلاقة الشوط الرابع عشر المخصص لسن اللقاية، البكار، المهجنات، الأصايل، هجن أبناء القبائل. المسافة هي 4 كيلومتر، خصصت إلى هذا السن. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح والناموس. أبحر على مقدمة هذا الشوط وأذهب إلى المقدمة والصدارة والقيادة مع بشاير محمد بن عتيج بن علي بن خفية لشتبي، مقدمنا لها بشاير على المركز الأول، بينما اللي تليها على المركز الثاني نواميس لغصن بن سالم بن حمد المالكي، مقدم لنا نواميس على ثاني المراكز الدور. دور المركز الثالث أصبح من نصيب أمجاد لخليفة بن سالم بن ضبيعة لشتبي، مقدم لنا أمجاد ودافع بهذا الشعار بأول المراكز الأولى المتقدمة. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، تتقدم قطنة للسلطان بن راشد بن مبارك بالقوبع الحميري، مقدم لنا قطنة على المركز الرابع، بينما اللي تليها على المركز الخامس الحليانة لمحمد بن سالم بن محمد بن ضبيعة لشتبي، مقدم لنا الحليانة على خامس المراكز. والمركز السادس أصبح من نصيب اللي هي شقرة لجاسم بن مصبح بن عبيد بن جاسم الطنيجي، مقدم لنا شقرة على المركز السادس. والمركز السابع تتقدم في هذه اللحظات الظبي لحمدان بن راشد بن سرداح لشتبي، أيضا مقدم لنا الظبي على المركز السابع، بينما المركز الثامن من الجنب الثاني الذي بدأت تتسلل من موقع إلى موقع حاملة رقم 10 الشاهنية لسعيد بن سالم بن سعيد المسافري، أيضا مقدم لنا شقرة الشاهنية على المركز السابع، وغيرت وانتقلت إلى المركز أيضا السادس، بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثامن حملنا الكريم، أصبح من نصيب خيال لمحمد بن غدير بن سعيد بن غدير لشتبي، مقدم لنا خيال على المركز السابع، بينما المركز الثامن أصبح من نصيب السامرية لفهد بن جابر بن حمد بن جابر بن حنزاب المري، مقدم لنا السامرية على المركز الثامن. والمركز التاسع أصبح من نصيب خداعة لخليفة بن راشد بن سرداح لشتبي، يقدم لنا أيضا خداعة على المركز الثامن. المركز التاسع تتقدم في هذه اللحظات صدارة لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد لشتبي، محتلة المركز التاسع. والمركز العاشر يا سلام اللي غيرت الآن، نشرة تتقدم لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري تحتل المركز التاسع. هكذا حبلنا الكريم كان النداء الأول إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، لنا عودة والعودة حميدة يا أبو سالم. يا سلام يا سلام، مقدم لنا أمجاد منذ انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات وهي مسيطرة كل السيطرة، تتربع على عرش القيادة، ماخذة زمام الأمور منذ انطلاقة هذا الشوط لخليفة بن سالم بالضبيعة لشتبي، غني عن التعريف يقدم لنا أمجاد. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، أصبح من نصيب الشاهنية لسعيد بن سالم بن سيف سعيد بن سالم بن سعيد المسافري، يقدم لنا الشاهنية تحتل المركز الثاني. المركز الثالث أصبح من نصيب بشاير لمحمد بن عتيج بن علي بن خفية لشتبي، يقدم لنا بشاير على المركز الثاني، بينما اللي تليها على المركز الرابع يا سلوب وصلت نواميس لغصن بن سالم بن حمد المالكي، يقدم لنا غصن، ولكن والله الله وصلوا هالطلايب، وصلوا هالطلايب يا سلوب، وصل شعار جديد حامل القوة والإثارة والتحديات النهائية مع السامرية فهد بن جابر بن حمد بن جابر بن حنزاب المري، ضيف عزيز غالي على قلوبنا من دولة قطر الشقيقة، فمرحبا بالجميع. ما شاء الله السامرية بدأت تعلن خطورة هذا الشوط يا بن حنزاب، الله تحتل المركز الثالث والمركز الرابع، الوصول مع خداعة لخليفة بن راشد بن سرداح لشتبي، أيضا مقدم لنا خداعة، ولكن لنا عودة والعودة حكيمة مميزة يا بالضبيعة. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أمجاد 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 ما زالت هي من تتربى على عرش
القيادة في جولة الأوامر النهائية الكيلو الأخير. يا أبو سالم يا هالي نزوة يطالبونك بسلام يا خليفة، يا بن سالم يا بن ضبيعة يا الاشتبي يا سلام. ما شاء الله مع أمجاد، أمجاد على قيادة هذا الشوط من طلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. شعار لمسافري أيضا يشكل الخطورة النهائية مع الشاني سعيد بن سالم لمسافري، ولكن أشوف اللي قادم السامرية، وصلت السامرية لفهد بن جابر بن حمد بن جابر بن حنزاب المري تحتل المركز الثالث، غيرت الآن وانتقلت إلى المركز الثاني، ولكن اللي قادم الضبي سالم بن سيف بن حمد بن حضير من الاشتبي، وأمجاد صامته، أمجاد صامته. الله يا سلام، شوف ما شاء الله، شوف التسلل، أرصد السامرية، أرصد السامرية، ولكن هنا شعار جديد مع شعاع، شعاع راشد بن سعيد بن منال الاشتبي. الله الله، غيرت شعاع، غيرت شعاع وانتصرت شعاع لشعار بن منانة. تهانينا لك يا راشد يا بن سعيد يا بن منانة يا الاشتبي على فوز شعاع في المركز الأول وحصولها على التأهيل. المركز الثاني، المركز الثاني أيضا أشوف التوقيت الزمني 6:21 سجلت أيضا شعاع المملوكة لراشد بن سعيد.